بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قبل ما يخلص صيام الرسل حابب أكلمكم عن النعمة، لأن سفر أعمال الرسل وحياة الرسل وجيل الكنيسة الأولى كان فيهم نعمة واضحة، كانت إيد ربنا واضحة، ما كانش ده شغل بشر، كان واضح إنه اللي بيحصل ده كأنه معجزة كبيرة. إزاي شوية ناس غلابة يغيروا العالم؟ إزاي يقفوا قدام ملوك؟ إزاي يقفوا قدام فلسفة اليونان في الوقت ده وقوة الرومان في الوقت ده؟ إزاي ولادهم يموتوا ويكملوا عادي، يستشهدوا، استفانوس يموت، يعقوب يموت، وكنيسة فرحانة ومنطلقة؟ إزاي الناس بتدخل عليهم وهي عارفة أن السكة دي تموت، وكل يوم مئات بيدخلوا؟ مش حاجة طبيعية. كل اللي بيحصل في الكنيسة الأولى ده بياخد لقب نعمة. كلمة نعمة دي من الكلمات اللي تميز المسيحية. احنا اسمنا عهد النعمة، اسمنا أولاد النعمة، وكل حاجة في حياتنا هي نعمة. اتعمدنا اسمها نعمة المعمودية، خدنا الميمرون اسمها نعمة الروح القدس، بنتناول بنقول لبعض مبروك النعمة أو أنستك النعمة، مش كده؟ الأسبوع ده ترسم لنا 3 كهنة في ماري مرقس و3 في الكرازة. نعمة، نعمة كهنوت، دي نعمة كبيرة جدا. إزاي كاهن يدي حياة جديدة لواحد كان بني آدم يبقى ابن ربنا؟ معمودية، خلاص هو عنده القدرة دي، دي اسمها نعمة الكهنوت. إزاي واحد يقدر يشفع في الشعب، كاهن شفيع عن شعبه، وربنا يعمل خاطر لشفاعته لأنه كاهن عنده المسيح رئيس الكهنة الأعظم؟ دي نعمة كبيرة قوي. فالنعمة كلمة تعرفش تعبر عنها، هي دور ربنا في حياتنا، هو عطية الله، كل عطايا الله اسمها نعمة، تدخل الإلهي في كل الأمور، أصغر الأمور وأكبرها، كل ده اسمه نعمة. الحياة نفسها نعمة، النفس ده نعمة، القلب اللي بيدق ده نعمة، الدماغ اللي لسه بتفكر دي نعمة، علاقتنا ببعض نعمة، كل أسرة تكونت دي نعمة، كل خدمة ناجحة دي نعمة. إنما ساعات النعمة تبان بشكل واضح قوي، وده اللي عاوز أكلمكم فيه، مداخل النعمة. لأنه في سؤال لازم يواجهنا كده كل سنة بحطه قدامي، ليه كنيسة الرسل بإمكانيات قليلة قوي أقوى من كنيستنا دلوقتي؟ بتكلم عموما يعني، مع كل الإمكانيات اللي فيها، ما هو في فرق مش كده؟ واضح. طب احنا دلوقتي عندنا علم أكتر، إمكانيات أكتر، ما كانش عندهم مباني، ما كانش في حاجة اسمها مبنى كنيسة. طبعا دي نعمة أن يكون عندنا كنايس مش كده؟ ما كانش عندهم لترجية كاملة، يعني نظام كامل طقسي، ده خد سنين عشان يتكون، بس برضو كنيستهم أقوى. ما كانش عندهم فلوس، تبرعات، كانوا أغلبهم ناس غلابة. طب إزاي كنيسة ماشية؟ يبقى واضح إن في حاجة اسمها نعمة، ودي ذكرت في أول سفر الأعمال في الآية المشهورة اللي بتقول مسبحين الله ولهم نعمة. خلي بالكم ده كان أول تكوين للكنيسة، ده في نهاية إصحاح البنتيكوست اللي هو يوم 50، بعد ما 3000 اتعمدوا. حياتهم شكلها إيه؟ يقول لك دول عندهم نعمة، لهم نعمة لدى جميع الشعب من أول الرسل للمؤمنين، وشهم منور، عايشين حياة مش طبيعية، فوق الطبيعي، يحبوا بعض، الفلوس تحت رجليهم، كل حاجة بينهم مشتركة، بيخافوش من الموت، مقبلين على السماء، شغلهم الشغل ان الناس كلها تعرف المسيح، لهم نعمة لدى جميع الشعب. ونتيجة النعمة بقى ايه؟ كان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. لازم اصارح نفسي واقول كنيسة النهاردة مش بتضم، الكنيسة ساعات بتنزف، بعض ولادنا بيسيبوا الكنيسة. ده ايه ده بقى؟ ده مش حاجة طبيعية، الطبيعي عكس كده، طبيعي دي أم بتولد على طول. طب في ناس بتسيبنا، ده نقص نعمة، مش عارف أفسرها غير كده. هل الروح القدس اختلف؟ حاشا، هو روح ربنا،
هل المسيح لو المجد غير موقفه؟ حاش، هو أمس واليوم وإلى الأبد. هل الإنجيل اللي معانا غير اللي كان معاهم؟ بالعكس، ده هم اللي كتبوا الإنجيل بالروح القدس. لا، لكن هو المشكلة فينا. واضح إن إحنا كمؤمنين مش عارفين نمسك في النعمة زيهم. هم كانوا فاهمين يعني إيه نعمة ربنا، دور ربنا كبير بالنسبة لهم، عارفين يجيبوا النعمة دي ويعيشوا بالنعمة. فده اللي هكلمكم فيه، مداخل النعمة، إزاي الواحد يقتني نعمة ربنا ويعيش فيها. قديس يعقوب، وده كان أول أسقف لأورشليم، يعني اختاروا الرسل الاثناشر، وغالبا يعتقد بعد نياحة يعقوب الثاني، فعشان كده احتفظ بكلمة يعقوب الصغير، مع أنه هو مش صغير، لأنه ده كان أول أسقف لأورشليم، لكن لأن يعقوب ابن زبدي استشهد في أعمال 12، فبقى اللقب الدارج عن يعقوب اللي عايش ده واحد تاني من الاثناشر، يعقوب بن حلفة، يعقوب الصغير، هو اللي كتب رسالة يعقوب. فقال فيها إيه؟ الروح القدس يعطي نعمة أعظم. الروح القدس، الروح اللي حل فينا، يعطينا نعمة أعظم. طيب ناخدها إزاي؟ بصوا المدخل ده، يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. بصوا بطرس قال نفس الفكر، يبقى الناس دي فاهمة النعمة بتيجي إزاي. ما دول التلاميذ، بطرس قالها إزاي؟ نفس الآية، قال اخضعوا للكبار، خليكم كلكم متواضعين، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعم. يبقى أول مدخل قدام عينينا واضح، عاوز نعمة أكبر، عاوز خدمة أنجح، عاوز راحة نفسية أكتر، عاوز مشاكل تتحل من غير ما أعمل حاجة، لأني أنا قليل الحيلة. ناقصك نعمة، تجيبها إزاي؟ بالتواضع. المدخل الأساسي التواضع، المتواضعون يجدوا النعمة. لو لقيت نفسيتك مش مرتاحة، ناقصك نعمة، يعني ناقصك تواضع. لو لقيت مشاكلك كتيرة ما بتتحلش، ناقصك نعمة، يعني ناقصك تواضع. لو لقيت الخدمة مش راضية تتحرك، ده مش قلة إمكانيات ولا لا لا، ده نقص نعمة. طب من إيه؟ نقص تواضع. لو لقيت نكد في حياتك، ده اسمه إيه ده؟ في حياة المؤمنين ده نقص نعمة. ليه؟ نقص تواضع. ياريت نفسر كل احتياجاتنا بالحتة دي. المتواضعون يجدون نعمة، والنعمة دي تغرقك كل اللي انت بتفكر فيه، كل اللي نفسك فيه من حاجات حلوة، يعني مش بتكلم في فلوس هو، لكن أي بركات سماوية، أي نجاحات في الخدمة، أي يعني تعزيات داخلية، أي قرب من ربنا، كل ده اسمه النعمة. إذن مدخلنا الأساسي التواضع. كلنا عارفين أن أمنا العذراء من أجمل ألقابها اللي قالها رئيس الملائكة، قال لها يا ممتلئة نعمة، الوحيدة اللي خدت اللقب هي، قالت لأنه نظر إلى اتضاع أمته. اشمعنى أنت يا أمنا العذراء عديت البشر كله، عديت الرسل وعديت الأنبياء وعديتهم كله؟ ليه؟ لأنها متواضعة قوي. كل دول متواضعين، بس هي في التواضع أعلى كمان. عشان كده زي ما النعمة درجات، هي مقابلة للتواضع درجات. كونها تبقى ملكة السماء والأرض والملائكة يعني ينحنوا أمامها وتفضل حاسة أنها أما عبدة، إيه ده؟ ده واحد بياخد كلمتين يتنفخ ويحس بروحه. ده دي الملائكة، رئيس ملائكة بيتعامل معها كملكة للسماء مش للأرض، وهي تقول له أنا خدامة ربنا، أنا شغال عند ربنا، وتفضل تعيش بنفسية العبدة، تروح عند إليصابات عشان وهي عارفة أن المسيح ربنا في بطنها، وتشتغل زي الشغالة في أي بيت، لأنها عارفة قدرها ونظر إلى اتضاع أمته. كلنا بنصلي كل يوم وكأن الآية دي إيه؟ بنقولها بلساننا بس، بنقول القلب المنكسر المتواضع إيه؟ يعني لو عندك قلب مكسور متواضع، كل اللي بتقوله هيتسمع. النعمة دي معناها معجزات في حياتك، معناها بركات ما تعرفش تلحق عليها.
لكن نقصك تواضع، ما عندكش القلب المنكسر المتواضع فما بتاخدش. فالكنيسة مش منو يعني مش في جمال الكنيسة الأولى، لأنه في نعمة ناقصة، لأنه ما فيش تواضع كفاية في الشعب وفي زينا يعني. ربنا يسوع قال لا يكون هكذا فيكم، من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. خادما في التعبير الأصلي خدام. طب إحنا خدام، حد فيكم حاسس أنه خدام؟ خدام غير خادم، الفرق بينهم التواضع. خادم ده لقب، خدام دي مشينة مهينة يعني، بس هي الأصل في الكلام خدام. والمسيح لما غسل رجلين التلاميذ كان يبقى يقصد يبقى خدام. فالتواضع طبيعي في ربنا يسوع، اتعلموا مني لأني وديع متواضع القلب تجدوا راحة لنفوسكم. يبقى احنا لو فضلنا خدام مش هنلاقي نعمة، لكن لما نبقى خدامين هنشوف نعمة أكبر، هنلاقي نجاح أكبر، هنلاقي يعني تأثير أكبر على الناس. إن عيالنا اللي بعدوا عننا دول يرجعوا لنا، ما دي عاوزة نعمة، دي عاوزة معجزة، دي مش شطارة بشر. مشاكل المعقدة تتحل إزاي؟ مهما دخلت لها بالعقل وبالفلوس وبالبشر ما لهاش حل، دي عاوزة نعمة. طب والنعمة هي مدخلها قلب منكسر متواضع، تلاقي في نعمة. أول علامات التواضع، التواضع ده بحر، تقروا عنه في يوحنا الدرجي ولا كلام مارس حياء ولا بقى أنبا أنطونيوس والكبار دول، يقولوا فيه كلام يخلينا كلنا نتأكد أنه كلنا متكبرين، ما حدش فينا عنده ريحة التواضع لسه من كلامهم يعني. لكن أول مشاعر التواضع الحقيقي أنك مقتنع أنك ما تستاهلش. مقتنع، في فرق بين واحد بيقول أنا ما استاهلش، دي سهلة دي، ها؟ أو واحد يقول أخطيت سامحوني، سهلة على فكرة ككلام سهلة، لكن لو واحد قال له في وشه أيوة أخطيت هتلاقي ضغط. أنا بقولها لك شياكة يعني، لكن أنت هتقولها لي في وشي كده أخطيت؟ بس هي الحقيقة كده، أنا أخطيت، أخطيت قوي، أخطيت كتير قوي. وعشان كده لو قلنا لواحد خادم معلش أقف عن الخدمة تلاقيه مش مصدق، اعتبرها ظلم فظيع. ده معناه ان هو شايف نفسه مستحق للخدمه ويستاهلها، وان الناس دي ظالمينه كانه ما يستاهلش يخدم. يبقى انت مش واخد بالك خالص من الحكايه، والحين ما حدش يستاهل يخدم. انا فاكر مره شماسه اتاخر، فالكاهن قال له معلش يا حبيبي، وقالها له بتواضع فعلا، معلش حبيبي المره الجايه تعالى بدري، مش هقدر ارسم لك الدنيا. خرب الدنيا بعد القداس، ازاي ابونا ما يخلينيش اقف شماس؟ طب حبيبي انت جاي متاخر ما يصحش، ده انت شماس. ده الحياه جاله كاهن كبير بقى قال له كلمه جديده، قال له انت ما تنفعش شماس من اساسه، اذا كان دي طريقه كلامك انت مش فاهم يعني ايه تقف قدام ربنا، انت مش فاهم يعني ايه الوقفه اللي هتقفها دي اساس، ده ينسب لملائكه حماقه. تبقى انت الشماس بتطالب بحقك، انت مش فاهم حاجة. فاحنا في زمن للأسف الخدمة بقت حق ومحقوق ومركز وبرستيج وكرامة، واللي تقول له روح كده ولا تعالى كده يعملها زعلة. ليه؟ هو فقد إحساس بديهي. لا، ده أول سلمة في التواضع، ده أول سلمة إنه ما يستاهلش يخدم. كونه بقى ربنا اداله نعمة إنه يخدم، سمح له يخدم، ده دي كبيرة، دي نعمة كبيرة قوي من ربنا. لكن في ناس كتيرة خلاص ما بقتش بالنسبة لها نعمة، دي ده استحقاق، ده حق. من علامات التواضع اعتبروها السلمة التانية للتواضع، انه عنده طاعة سهلة، اي حاجة تتقال له حاضر، اي وعظة يسمعها يروح يعملها، اب اعترافه يقول له كلمة يجري ينفذها، اي تعليم في الخدمة هنعمل كده مش هنعمل كده، لا يجادل ولا يقاوح ولا يعترض ولا يتزمر ولا يتفلسف ولا حاضر، عادي جدا. دي من علامات التواضع، خلي بالكم اي نوع من الجدل والمقاوحه لسه بدري. هتقولوا لي العذراء سالت؟ لا، العذراء بتستفسر، العذراء ما كانتش بتجادل، هي عاوزه تفهم يعني ايه هبقى حامل، يعني هتجوز؟ قال لها لا، مفيش جواز في الموضوع. قالت له خلاص انا امت الرب،
فهي ما كانتش بتعترض ابدا، بالعكس ده غير مسارها خالص، دي كانت عاوزه تبقى زي الرهبات كده في حالها، فبقت ام الله. العلامه الثالثه للتواضع، انا بحط بعض العلامات، التواضع ده بحر ممكن نقعد فيه شهور نتكلم، بس الكلام سهل، المهم اللي يقرب من التواضع. وخلي بالكم ده المفتاح الاولاني، ده اللي يجيب النعمه، ده اللي يرجعنا للكنيسه الاولى بجمالها وقوتها وحيويتها. العلامه الثالثه بقى ان في خطايا مش موجوده خالص مع المتواضع، ما تلاقيش ريحتها خالص، الادانه دي ما تسمعش عنها خالص، لا بالفكر ولا باللسان. ليه؟ واحد حاسس انه اقل من الناس كلها، واحد شايف نفسه تراب، واحد شايف نفسه اوحش واحد، هيدين؟ هيحكم على الناس؟ ما يعرفش يغضب، ما يعرفش يغضب خالص، يغضب ازاي؟ هو مستحق للغضب، ده اللي شايف. يتذمر؟ ده هو بس كويس انه عايش، بالنسبه له دي نعمه كبيره جدا. فدائم الشكر ودائم الرضا ودائم التوبه، وده المتواضع. فتلاقي الثلاث خطايا دول اللي هم بقوا زي الميه دلوقتي، مش كده يشربون الاسم كالماء. تعال تسال المعترف كده، في عصبيه؟ يقول لي طبعا. فاقول له طب ما قلتهاش ليه؟ يقول لي عادي. هي بقت العصبيه عادي؟ العصبيه تودي جهنم على فكره، بس ما هو عادي لانه بقى فيه كبرياء عادي دلوقتي. لكن الانسان المتواضع ما يعرفش يغضب غير على نفسه، لكن يغضب على الناس، ده الناس دول شبه ربنا، الناس دول حاجه كبيره بالنسبه له، احترمهم جدا. يبقى اول مدخل للنعمه التواضع، افتكروا بقى الحته دي، ولو نسيتوا الباقي ما تنسوش دي. التواضع كمان يبان في حاجات تانية، الاحترام الشديد لكل الناس، تقدير كل الناس، وانه سهل عليه يشارك، ما بياخدش حاجه لنفسه ابدا، ما يعرفش يقول دي بتاعتي ابدا. ودي كانت علامه للكنيسه الاولى، في نفس النص اللي لقينا فيه كل نعمه ده، لقينا كان كل شيء عندهم ايه؟ مشترك. ما كانش حد يقول دي حاجتي. تخيلوا ده بنتكلم في فلوس ومباني وامكانيات، دلوقتي في خدمه تلاقي خادم يقول لك دي بتاعتي ما حدش قرب منها. بتاعتك دي خدمه؟ كمان هيبقى في احتكار للخدمه، وبعدين يقول لك لا ده انا متواضع على فكره. ماشي، ربنا يهدي الكل. من علامات التواضع ان الواحد يكون فرحان على طول وشاكر جدا، ويحب يختفي مش يحب يظهر، يحب يبقى آخر الكل، يحب كده، يحبها مش يعني يقبلها، في فرق بين يقبلها ويحبها. القديسين الكبار كانوا يخافوا الناس تعرفهم عشان عاوزين يشبعوا بربنا، فعملية الظهور دي والكرامة والمكانة والمراكز تزعجهم جدا، وبصدق كانوا يعملوا كده. إذن ده مدخل للنعمة، وده فرق كبير بين حالنا النهاردة وحالنا زمان. تاني فرق كبير للنعمة، مدخل تاني للنعمة، مداخل كلها متقاربة، هو الصلاة. اللي عاوز نعمة يقول يا رب، يطلب نعمة. ولما المسيح قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، فسرها يوحنا الدرجة، قال اطلبوا النعمة، اسألوا النعمة، خبطوا على باب النعمة عشان تاخدوا النعمة، نعمة غفران، نعمة تغيير، نعمة نجاح، نعمة خلاص النفوس، نعمة الثمر الروحي، كل دي اسمها نعمة. كل من يسأل يأخذ. عشان كده اللي بيصلي بحرارة بياخد نعمة ببساطة. الكنيسة الأولى سخنة بقى من أول الألسنة النارية، تلاقي كل الكتاب ده ملهلب كده، يلسعك وانت بتقرأ، لأن كل الرسل سخنين بيصلوا على طول، وبيصلوا بنفس، بيصلوا من قلبهم. فتلاقي النعمة واضحة، معجزات كتير وتأثير عظيم، وناس تنضم للكنيسة بسهولة، وربنا بيسوق الكنيسة يغير بيها العالم، لأنها كنيسة بتصلي بحرارة. لما كان بولس مثلا بيصلي من أجل مرضه، من أجل شوكة الجسد، قال تضرعت، ما قالش صليت. فقال له ايه كلمة اللي احنا بنحبها كلنا؟ قال له تكفيك نعمتي. يعني ده بالذات يا حبيبي مش هسمع لك فيه. ليه؟ لانه انت بتصلي كتير، وانا مديك نعمة قد كده، كفاية عليك وبزيادة.
لكن خلي المرض يحميك من حاجات تانية. فكأنه المرض نعمة لأنه يصون القديسين من تجارب أصعب. فقال له تكفيك نعمتي. أنت واخد نعمة معجزات يا بولس، واخد نعمة نجاح في خدمتك، واخد قومت ميت قبل كده، بتشوف المسيح بأنك محبوب من الناس، كفاك ابن النعمة اللي عندك، خد نعمة المرض معها تحرسك. قال خلاص أنا بحب الحتة دي، بقت نعمة المرض نعمة هي اللي حمياني وستر علي، فبفتخر في ضعفاتي كي تحل علي قوة المسيح. يبقى راضي بالتجربة وراضي بالمرض لأنه فاهم أن ده نعمة، نوع من النعمة اللي في حياته. كم واحد باصص لمشكلته أنها نعمة، لعجزه، لضيقته أو تجربته، أن دي نعمة من ربنا عشان تستر عليه لغاية ما يدخل السماء. كنيسة الأولى على قد ما مليانة نعمة واضحة هي كنيسة ألام، كنيسة تجارب، كنيسة وجع، فيها ألام ملهاش آخر، لكن ده جزء من النعمة الواضحة. الصلاة بقى معناها صلاة يسوع، اسم يسوع له كل المجد في كل النعمة، ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. ده اللي تقال في سفر الأعمال، وكل من يدعو باسم الرب يخلص، واسم الرب برج حصين. في نعمة في الاسم، مجرد تذكار الاسم ده. المزامير فيها نعمة طبعا، نعمة كبيرة، التسبحة فيها نعمة، القدسات فيها نعمة، الخلوات فيها نعمة. انت بتروح تصلي في اي نوع من الصلوات عشان تاخد نعمة. اوعى تكون بتصلي عشان حاجة محددة، مش مهم حاجة محددة، سيب ربنا يدلق عليك نعمة. هتفاجأ ان اللي انت خدته اكتر من اللي انت فكرت فيه بكتير، واجمل بكتير، واحلى، وغير اللي انت فكرت فيه. واللي فكرت فيه ده يطلع فكة، يعني يطلع سهل قوي، لكن خدت نعمة، ودي حاجة كبيرة قوي، نعمة فوق نعمة. ده جو العهد الجديد. ثالث مدخل للنعمة، احنا عاوزين ندوق النعمة اكتر ونعيش في جمال عهد النعمة ونبقى اولاد النعمة ونترقى بقى ويبقى بنقرب من جمال امنا العذراء الممتلئة نعمة. ثالث مدخل مهم، المحبة. المحبة هي الوصية العظمى في الكتاب، هي اللي لما صفحات الكتاب من اول صفحة لاخر صفحة، هي مدخل السماء. اللي بيعرف يحب بيجد نعمة فعلا ربنا. هتقولي بيعرف يحب، ما كلنا بنعرف نحب. لا، مش حب السينما والتلفزيون، الحب زي ما قصده ربنا، تحب قريبك كنفسك. محبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة لا بالكلام ولا باللسان، بالعمل والحق. محبة اللي أظهرها المسيح على الصليب، مش بس بيسامح، ده بيموت من أجل صليبيه. فهنا المزمور بيقول ما أحلى أن يجتمع الإخوة معا كالطيب. دي النعمة بقى، الكائن على الرأس اللي ينزل لغاية أسفل الرجلين، تدلق النعمة دلقت لما ربنا يلاقي ناس بتحب بعض بجد، يقول ها هنا أسكن لأني اخترت. أظن كلكم عارفين القصة المشهورة اللي في البستان، أظن قيلت عن القديس مكاريوس الكبير، وقيلت بشكل آخر عن الأب أنطونيوس، أنه يعني اتحارب القديس مكاريوس بأنه قد يكون أول واحد واخد نعمة يعني البرية والرؤى فربنا كشف له أن في ست في اسكندرية عندها نعمة زيه وأكتر، وفي أكتر من رواية. الرواية اللي كان ذكرها المتنيح أنبا يؤنس نقلا عن مخطوطات، أنه لقى ست كبيرة راح كنيسة اسكندرية مخصوص ساب الصحراء، عاوز يشوف الست القديسة دي اللي عدت الرهبانة بتاعته. فلقاها مجوزة اتنين ولادها لبنتين، عايشين كلهم في بيت واحد وبيت فقير، بيحبوا بعض بشكل، الخمسة ومعهم طفلين كمان يبقى السبعة، بيموتوا في بعض ومحدش بيميز حد، كل واحد لقمة لأخوه قبل منه، وفلوسهم كلها في علبة واحدة يتصرف على أي حد. شكل مثالي من المحبة. فالمسيح قال له هم كده سبقوك. تخيلوا، يعني مش البتولية بس، لأن دول متجوزين وخلفين، لكن لا، هنا بيعرفوا يحبوا بعض، فواخدين نعمة كأنهم في السماء. طبعا دول حياة صلاة وصوم أغلب الوقت، يعني مش مجرد محبة بس.
عشان كده القديس بولس اللي اختبر النعمة، وأكتر واحد اتكلم عن النعمة بولس، أكتر واحد استخدم كلمة النعمة بولس، لدرجة إحنا لما نقرأ البولس نقول في الآخر إيه؟ نعمة الله الآب تحل على روح. قال على جميع هذه، يعني فوق أي حاجة، البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. البسوا المحبة لبس كده عشان تعرفوا تجدوا النعمة، تلاقوا نعمة. فأي جو في محبة صادقة، في تنازلات وفي عطاءات، المحبة دي أصلها متعبة، محبة الحقيقية متعبة، أنك تيجي على نفسك وتبقى بتستحمل كل اللي حواليك وتنسى رغباتك وتريح الناس كلها وما تبقاش بتطلب ولا حاجة لنفسك، هي دي سكة المحبة. محبة لا تسقط أبدا، لازم تنجح، لازم تكسب كل الناس، لازم تدخلك السماء في الآخر. محبة ليها مقاييس كتيرة قوي، يعني ممكن نقول 20 تطبيق، وخدنا كذا سنة عن المحبة لو تفتكروا. لكن من المقاييس الصعبة أن المحبة تحتمل كل شيء. إحنا ساعات مش مستحملين بعض، وبعدين عاوزين نعمة ناخدها إزاي إذا كنا مش محتملين بعض. المحبة تتأذى بالتعب، أنت مستعد تتعب ولا عاوز ترتاح والناس تتعب؟ المحبة يعني تعب، من كل أنواع التعب، التضحية والتعب ده أساسي، التسامح والغفران هو ده المحب. وعندنا قصص دايما توبخنا، ساعات نقول لرب المجد يسوع أيوة ما هو هتقول لي المسيح ما ربنا، لا استنى، وهو المسيح كمان ورنا أمثلة بشرية ضعيفة زينا، يعني زي داود اللي حب شاول، زي يوسف اللي احتمل إخواته وحبهم جدا رغم كل اللي عملوه. يبقى في أمثلة حقيقية للمحبة الصادقة. أنا قلت 3 فاضل 1، ركزوا معي، مداخل النعمة اللي ترجع كل واحد فينا يعيش في جو القداسة بتاع القرن الأول، وده مش صعب، مش مستحيل، والكنيسة كلها ترجع تضم الذين يخلصون. محتاجين نعمة، النعمة مدخلها متواضع، كل المتواضع. 2 صلوات حر، 3 محبة خالصة، أخيرا الإيمان. الإيمان مدخل للنعمة. الإيمان معناه ثقة ملهاش حدود في ربنا، اتكال على ربنا ملوش أي حسابات. فلأن الكنيسة الأولى قللت الحيلة جدا وقللت الإمكانيات، رمي كل حاجة على ربنا، ما عندهمش حيلة غير يصلوا، ما حدش يعرف لهم صاحب، فكانت الكنيسة تتقدم بسرعة. عشان كده واحد زي بطرس يقول إله كل نعمة اللي دعانا، بصوا يعمل ايه؟ يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، يعني اي حاجة ناقصة يعملها هو. وبالتالي النعمة هتعمل كل اللي انت ما تقدرش تعمله في حياتك. لما يحكي بولس عن الايمان بيعمل ايه؟ كل ده يترجم في كلمة نعمة. بالايمان قهروا ممالك، كل قصص الكتاب ازاي عدد قد كده يغلب جيش ضخم، ما دي اسمها نعمة. تيجي منين؟ الايمان. بالإيمان صنعوا بر، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف. الانتصارات العالية دي كلها اسمها نعمة، بتيجي من إيه؟ بالإيمان. الإيمان ثقة في ربنا الزيادة تفتح لك باب النعمة، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. لما تصدق في ربنا وتتكل عليه خالص تقف تتفرج، لكن طول ما انت بتفرك وبتشتغل بايديك وبدماغك النعمة متعطلة، لأن الإيمان قليل، لأن ثقتك في نفسك بتنافس ثقتك في الله، أو ثقتك في الناس أو في الفلوس تنافس ثقتك في الله. لكن لما تتهد التماثيل دي كلها يفضل ربنا لوحده. خلي بالكم بقى أن جو القداس في كل مداخل النعمة، تلاحظوا كده القداس بيربي فينا النعمة. ليه؟ القداس بنسجد عشان نتعلم التواضع، القداس بيبقى فيه صلوات حرة الحان، القداس بنحب بعض وندوب في بعض، القداس كله معضل نقول أمين أمين أمين. فجو الليتورجية هو المقصود بإيه؟ اللي يدخل الكنيسة ياخد نعمة. فالقصة مش حضرت القداس، لا لا، أنا رحت خدت نعمة، عشان لما تطلع من القداس يتقال لك مبروك النعمة،
أنستك النعمة أيا كان هنقولها إزاي، تبقى خدت نعمة بجد. لكن في ناس بتيجي للقداس ما تاخدش نعمة، لا بتصلي بحرارة ولا راضية تتواضع وتسجد وتنسحق وتتوب، ولا عارفة تحب اللي حواليها، ولا عندها ثقة في ربنا، بس حضرت القداس. وبعدين ما فيش حاجة بتتغير. ليه؟ ما هو ما أنت ما فتحتش للنعمة. أنا مش بقول إن حضور القداس في حاجة غلط، بس أنا بقول لا، في واحد بيدخل القداس ياخد نعمة، وفي واحد ما بياخدش. الإيمان بيترجم في حياتنا الاتكال. إزاي تحط موضوع قدام ربنا وتبطل تتضايق، تبطل تفرك، تبطل تعيد حساباتك. خلاص أنا قلت له يا رب عشان عليك يا رب، شيل تصرف خلاص، يحصل زي ما يحصل. ده الاتكال اللائق بولاد ربنا. ودي كانت الكنيسة الأولى، بتعرف تتكل بجد، مش بتقعد تحسب وكل حاجة. الوعود بقى ازاي كل واحد ماسك في كلمة قالها ربنا ومتأكد منها ورامي عليها، محمل عليها كل قلبه وعقله. هو ده الإيمان الحقيقي. إذا مداخل النعمة ببساطة أربع كلمات عاوزين نشتغل عليهم. يعني لما نبص على الرسل نقول لهم يا بختكم، عرفتوا تعلموا شعبكم المداخل دي. ما علمتهمش الفلسفة والعلم والثقافة لا، علمتهم ازاي يجيبوا النعمة من السماء كده، خدوها فعلا بشطارة، لان علمتهم التواضع، علمتهم الصلاة، علمتهم المحبة، علمتهم الإيمان. فبقت الكنيسة كلها مليانة نعمة. وكان الرب يضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون لإلهنا كل مجد وكرم.